الكود كور هي ليستوار ديال واحد البنيته اللي كي بوست ان ميساج في واحد لو جروب كتقلب على سون بير لو بير بيولوجيك ديالها على الاب البيولوجي ديالها على ديال لي جروب فيسبوك قدرات تلقى لو بير ديالها وملي لقاتو الى بري كونتاكت معاه ومع عائلته ورفض انه يكون دو كونتاكت مع بنته وغتقرر هاد لا جون في اللي هي جون كادر ديناميك اللي تزويونه قاريه مضافه تخرج بوجه مكشوف وتخرج للاعلام في واحد لو بودكاست برنامج مع واحد لي دو جون وتعاود القصه ديالها بواحد لا فرانشيز واحد التصالح مع النفس واحد التصالح مع الواقع واحد التصالح مع الظروف اللي جوست مانيفيك اللي كل واحد في الحياه تتصالح مع نفسه وتصالح مع الظروف اللي ربي خلقو فيها اللي هو مختارناش جوبونس نمشيو بعد نشوفو غير بيت اكستريم من هاد الانترفيو اللي دارت وهاد لو بودكاست اللي دارت بوندون 12 ans c'était la personne qui m'a traumatisé le plus كانت لا ونهبط بنت الحرام كانت لا ونهبط مال هادي جابها ليا با جاي في ديال الناس يمشيو يشوفوا هاد البودكاست هذا يتعلموا بزاف ديال لي لوسون في الحياه هذا فريمون في بزاف ديال لي لوسون في الحياه بحال ملي سولها قال ليها ميا با ابورتمون قالت لهم كون غير دار اجهاض اي جو بونس كو سا رابيل مشكل كبير كاين في المجتمع ديال لي زونفون اللي كيتولدوا في ظروف ماشي هما اول حاجه بغيت نقول ريم شكرا لانك واحد الانسانه صريحه وقدرتي انك تقول هاد الحوايج اللي نتعشيهم وتعاودي واحد الطفوله اللي كانت شويه صعيبه وتقرفستي فيها وعانيتي فيها وجهك باين تي تري بيل في تبارك الله عليك انتيليجونت انستخويت دونك عرفتي كيفاش انك تخلي هذوك المشاكل ديال الطفوله دو كونتي ولا ديال الوالدين اللي انت ما عندك بهم حتى شي علاقه وانت ما عندك حتى شي دم كساسوا انت اولا ناس وحدين اخرين لوما كترجع على الوالدين لانه ما داروش داكشي في ان كادغ اللي معقول باش ياسيروا واحد المسؤوليه اللي هما داروا انسان غلط فوكي لاسيوم اب ما باغيش يعترف ام الله يحسن العوان جو بونس عندها مشاكل نفسيه ولا كواك سوسوا ومجتمع ما كيرحمش فكنتمنى ان بزاف الناس اللي عايشين الحاله ديال ريم وكنا نقدروا نكون احنا وحدين منهم كنا نقدروا نكون وحدين منهم ويمكن احنا عايشينها ولا عشنا اوترومون ماشي بنفس الطريقه غير اللي خاص الناس يعرفوا ان داك التنمر ديالكم وكون غير وكون غير وبداو تلوموا في السيده ولا ما كنتيش تقولي ولا راك شوهتي ولا راك درتي وهذه معروفه عند المغاربه اون جينيرال دائما خليف تعرف فهذه قصه كتهم لا بيرسون اللي هي كونسيرني وكتهم الناس اللي كيعيشوا هاد لا سيتوياسيون فالله يخليكم بركه من التنمر راه الناس ما كيختاروش وليديهم الناس ما كيختاروش بزاف د الحوايج في حياتهم كيتعايشوا مع حوايج اللي هما ما اختاروهاش فديجا كتكون دقه ان اب ما بغاش يعترف وام ما مسوقاش فخليو الناس تعيش سيلفو بلي شنو بان لك انا جو بونس كو ريم دايور غنزيد على هادشي اللي قلتي باسكو داكشي اللي قلتي زوين وهادشي اللي كاين الحقيقه سي اون فين انا كنقولها برافو اول حاجه تنقولها برافو باسكو هادشي كاع اللي دوزات ولا ريوسي انها تكون اون بيرسون انستخويت intelligente elle parle bien je suppose qu'elle parle des langues c'est-à-dire elle s'est construite elle-même elle dit mais يمكن elle dit là ça prouve que ما كانش خاص يكون اجهاض كيف كتقول كان خاص بالعكس بعد برافو عليك احنا فرحانين بيك فرحانين بيك اكزاكتو بغينا بزاف الناس يكونوا فرحانين خاصهم يتجهضوا فوالا الله يسمح لينا الله يسمح لينا حيت جو سوي سور كو سي ان بروفيل سي اون بيرسون اللي غادي تنفع المجتمع وماشي غادي تضرو و تهضر بوجهها ومغطي ولا ما مغطيش هذا كيبقى لو شو بيرسونيل ديال الواحد مشات عند دو جون تا هما كي سون تري بيان دو بون كيستيون لو كادر زوين كونفيفيال هي مهليه في راسها اللي تري بيل جدات فهمتي مونطالمون غتكون جدات حتى حاجه ما تعاود تدوز عليك سي سامبل حتى حاجه ما تعاود تدوز عليك دونك فونس اتاك croque la vie parce que ربي بغاك تكوني هنا pour une raison et la preuve on en parle gossip et on parle de toi gossip et inchallah que tu réalises le meilleur et اللي عنده شي قصه وحتاج انه يخرجها parce qu'on a besoin de parler راه فاش كيكون عندنا دي تروماتيزم راه on a besoin de parler راه الناس كيمشيو يخلصوا الفلوس باش يهضروا peut-être que dest des thérapies on sait pas très bien شنو dest بعدا mais en tout cas ça se voit que t'es en bonne santé Inch'Allah, je vous fais le fort en réalisant l'impossible. Tout simplement. Et surtout, il y a des charajats qui sont très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui répondent, ils ont besoin de s'écouter, et de leur donner une chance, et de leur donner ton parcours, et comment tu vis avec la situation, et tout. Et tu as le père qui ne veut pas s'écouter,
بيني وبينك راه ما عندك ما ديري بيه. حنا راه ياما باوات وموات في الحياه تكون بزاف الناس ما كرهوش كل ما كانوش عندهم باسكو ما انتي تبارك الله اي واحد لي بارون ديالو كسوما ما تعرفينش بيه ولا دي بارون مثلا اللي خدامين شي خدمه ولا فايتين في الاجرام ولا شي حاجه اللي هو ما خاصوش يحشم باسكو ماشي مسؤوليته هذيك وماشي الغلط ديالو وخاص سورتو الناس يبعدوا من عباد الله اكزاكتومون كل واحد يديها في راسو الخاويه ديال الناس كل واحد يديها في راسو ياك انت واعر ودي بارون واعرين وزوينين وقارين ولاباس عليهم صافي مزيان الله يعاونك خلي هذاك الاخر يعيش حياته ترونكيل ما تعايروا في دي كومونتير ما تعايروا بينك وبينه ما تدوي في ظهره ما تعايروا عند لي زامي ما تسمعوا هضره حتى تنفعوا ما تعاود عليه ما تخترع قصص ما تسمي عليه سميه ما تسمي عليه سميه بحال مثلا بنت الشيخه ولا ولد الشيخ لسي بنادم ترونكيل ياك نتوما زوينين وعائلتكم زوينين صافي الله يجعل البركه بارك على ريوسكم نتوما وتاولا حتى نتوما ولاد زوينين وكيليبريو وما تطيحوش في هذا الخطا سوا ديزون اولا في هذه المساله وما تبقاوش تعطيو الاحكام الناس تشيروا بالاحكام وتفرقوا سكوك الغفران على عباد الله كل واحد كل واحد اللي فيه كافي.